السلام عليكم. مادة الكومبايلر الفصل الثاني عندنا موضوع الفاينات أوتوميتا اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة، ونعيده إعادة سريعة. الفاينات أوتوميتا مثل ما شرحنا هو عبارة عن نموذج رياضي، ممكن أني أمثله بهذا المخطط اللي نسميه إحنا جراف، وممكن أني أمثله بهذا التيبل. عندنا بعض المصطلحات الرئيسية اللي حنتداولها في هذا الموضوع، مهم انه نتعرف عليها. عندنا الستيت، عندنا الستارت ستيت اللي هي تبدي اول مرحلة من مراحل الجراف اللي اني بي، ممكن نسميها Q0، ممكن نسميها 1، ممكن نسميها S1. هي تكون المرحلة الاولى في هذا الجراف اللي نبدي نشتغل عليه. وعندنا الفاينال ستيت اللي هي احنا دائما نمثلها بدائرتين، اللي تمثل هي المرحلة اللي ينتهي بها هذا المخطط. ايضا التعبير الاخر اللي نستخدمه هو الترانزيشن. الترانزيشن اقصد بها هاي الاسهم اللي تنقلني من مرحلة الى مرحلة، هذه الاسهم، كل هذه الاسهم احنا نسميها الترانزيشن. ايضا عندنا الانبوت. الانبوت هو الالفابت اللي دا اشتغل عليه. هنا انا عندي الانبوت هو الزيرو وعندي الون. ممكن اني امثل هذا الجدول، امثل هذا الجراف على شكل جدول. نجي هنا انا كم ستيت عندي؟ عندي 0 وال1، اخليها بالجدول Q0 وال1. الالفابت مالتي شنو؟ الانبوت عندي 0 وعندي 1، انزلها هنا 0 و1. نجي على Q0. Q0 بها الفابت 0 اللي هنا كتبناها. نعم، وين رايحة؟ راجع Q0، ارجع اكتبها بالجدول للQ0، لان هي بدت من الQ0 وانتهت بالQ0. الواحد، ان الواحد من هنا طالع من الQ0، هيات الواحد وين رايح؟ للQ1. اكتب بالجدول Q1. نجي على الQ1 بها 0 طالع من عندها 0. نعم، رايح للQ0. نكتب هنا Q0. اذا الزيرو هنا بالQ1 طالع من الQ1 ومنتهي بالQ0. واحد اكو موجود، الواحد هذا الواحد، واحد ايضا طالع لي من الQ1 وراجع الQ1، يجي هنا الQ1. عبرنا عن هذا المخطط بالجدول. بصورة عامة احنا عندنا تعبيرين حيمرون علينا، اللي هو الـ NFA والـ DFA. الـ NFA يشمل حالات موسعة، والـ DFA هو جزء اصغر من هذه الحالات. هذا المخطط اللي موجود اني عندي هنا على سبيل المثال يبين لي بعض الفروقات البسيطة بين الـ NFA والـ DFA، هنشرحها بالتفصيل لأجل معرفة شنو الفرق بين الـ NFA والـ DFA. على سبيل المثال بالستيت الوحدة ممكن اني استخدم الالفابت اللي هي مثلا الـ1 متجهة بأكثر من اتجاه. هاي وين عندي؟ بالـ NFA. بالـ DFA ما يصير، لازم الواحد لو جاي هنا لو جاي هنا. أيضا الفرق الثاني عندي المجموعة الخالية هنا ما ممكن أني أستخدمها بالـ DFA، لكن بالـ NFA ممكن استخدامها. الفرق الثالث الـ State اللي هي هذا السهم الـ Transition، عفوا هذا السهم لابد يمثل لي عن ألفابت معينة. بالـ NFA يعني ممكن هنا يكون عندي input بدون هذا السهم،